هذا وقد أعلنت الولايات المتحدة مقتل 4 عناصر من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران شرق سوريا خلال عمليات لها مؤخرا. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية بأن خطواتها تأتي ردا على قصف صاروخي أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في المنطقة. يأتي ذلك فيما يستمر التوتر في منطقة شرق سوريا بعد تعرض القوات الأمريكية لقصف قبل أيام واستمرار حالة التأهب التي دخلتها القوات الأمريكية بعد ذلك. ينضم إلينا من شمال شرق سوريا مراسلنا هجار السيد، ومن واشنطن تنضم إلينا أمينة سريري. أبدأ معك هجار السيد وأبرز التطورات الميدانية، تفضل. بحسب مصادر خاصة لسكاي نيوز عربية من داخل مدينة الميادين بأن هناك انسحابات كبيرة للميليشيات الإيرانية وقيادات من الحرس الثوري الإيراني باتجاه العراق وانسحابها من مدينة الميادين والبوكمال، وأنهم يستخدمون السيارات المدنية للهروب باتجاه العراق. وتأتي هذه الانسحابات من قبل الميليشيات الإيرانية بعد الاستهدافات المستمرة من قبل الطائرات الأمريكية لمواقع يتمركز فيها هذه الميليشيات لأكثر من 24 ساعة، وأكثر من 10 طلعات للطائرات الحربية الأمريكية على هذه المنطقة، ومقتل العشرات من الميليشيات الإيرانية في تلك المنطقة. وتأتي هذه الاستهدافات المستمرة من قبل الطائرات الأمريكية بعد استهدافهم لقاعدة حقل الكونيكو وحقل العمري بصواريخ، وإصابة عدد من المدنيين الموظفين المدنيين الذين يتعاملون مع التحالف الدولي، وأيضا إصابة 2 من الجنود الأمريكيين في حقل عمر قبل 24 ساعة. وهذه التطورات جاءت هذا الاستمرار جاء بعد قبل أسبوع من الآن باستهداف الميليشيات الإيرانية بطائرات مسيرة قاعدة التنفي أكثر من مرتين وإصابة عدد من الجيش المغاور في تلك المنطقة. وهناك تطور أيضا بالنسبة للداخل السوري، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف مدينة مصياف التابعة لحما لمستودع كان يستخدم لحزب الله اللبناني، وأصيب خلال هذا الاستهداف نحو 10 أشخاص من المدنيين الذين كانوا يقطنون بالقرب من مستودع الأسلحة، لأن الانفجار كان كبيرا جدا في تلك المنطقة. أما بالنسبة لضربة طرطوس فقد أعلن الجيش السوري بأنهم الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت. نعم هجار، ننتقل إلى أمينة سريري. إذن تعترف الولايات المتحدة بمقتل عناصر طبعا من مجموعات مسلحة مدعومة من إيران، إلى أي مدى يعني الدعم الأمريكي ربما مستمر فيما يتعلق بمحاربة ما تصفه بالإرهاب في هذه المناطق؟ نعم فضيلة، هذا الرد وفي توضيح من عدد من المسؤولين الأمريكيين خاصة في وزارة الدفاع الأمريكية لم يأتي إلا لحماية القوات الأمريكية في شمال شرقي سوريا، وردا على الاستهدافات التي تتلقاها هذه القوات والمصالح الأمريكية بشكل أساسي. ومن هنا أيضا جاءت الحرص في الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية على أن لا يسقط قتلى فيها، وفقط هي موجهة كرد ردعي هذه القوات الموالية لإيران. لكن بعد الاشتباكات التي تلت هذه الضربات اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا للخوض فيها، مما أدى إلى مقتل 4 مسلحين على الأقل بحسب مسؤولين أمريكيين، وأيضا إصابات طفيفة لدى 3 من عناصر الجيش الأمريكي. هذا التصعيد بحسب مسؤول أمريكي انتهى، لكن القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد في حال شن هذه القوات الموالية لإيران لأي هجمات انتقامية تجاه القواعد الأمريكية في المنطقة أو العناصر الأمريكية في المنطقة. الرئيس الأمريكي كان صريحا وواضحا عندما وجه رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ليوضح ويبرر فيها هذه الضربة، مستعرضا كافة الأسباب وحتى القاعدة التي تجعل هذه الضربات شرعية، أولها حماية
حماية القوات الأمريكية في المنطقة، وأيضا هذه الضربات تتماشى مع ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة خاصة البند 51. بايدن قال بأن أي هجوم أيضا مماثل في المستقبل سترد عليها الولايات المتحدة بشكل رادع. شكرا لك أمينة سريري في واشنطن، كما أشكر هجار السيد من شمال شرق سوريا.